ومن أهم ما يميز نادي الحمرية الثقافي الرياضي هو المبادرات المجتمعية التي يحرص النادي على تجديدها في كل أسبوع. إلى الحمرية هناك ننتقل كذلك، والكلمة للأخت والزميلة رشا محمد. تفضلي رشا. للأندية الرياضية في إمارة الشارقة أدوار مجتمعية. نادي الحمرية ومنذ تأسيسه بات الوجهة المثالية لأهالي المنطقة. طبعا النادي صاحب جولات وبطولات على مدار الموسم، ولكن في نفس الوقت يقدم خدمات يستفيد منها مجتمع الحمرية. اليوم زميلي أحمد راح نتعرف على أهم الخدمات والمرافق اللي يقدمها النادي وما يميزه عن بقية أندية الإمارة. خلكم ويانا. مرافق النادي متنوعة، ففي كل رياضة أو لعبة نجد مساحات شاسعة مخصصة لها. إنجازات وميداليات تزين خزائن النادي هي نتاج عمل وجهد اللاعبين الذين يشكلون النواة الأساسية لبعض منتخباتنا الوطنية. بعد قليل كاميرا البرنامج ستتجول في أرجاء النادي لنتعرف على أهم هذه المرافق وما يقدمه النادي للاعبين ولسكان منطقة الحمرية، فابقوا معنا. بعيدا عن الاحترافية، يقدم نادي الحمرية الثقافي الرياضي العديد والعديد من المبادرات التي تتمثل في استقطاب هواة الألعاب الرياضية بصفة عامة وحثهم على ممارسة الرياضة. وخير دليل على ذلك مبادرة اكتشف رياضتك المفضلة مع نادي الحمرية التي جاءت بهدف غرس ثقافة الرياضة. للحديث أكثر حول هذه المبادرات ينضم معي في هذه اللحظات الأستاذ يوسف العرجي من اللجنة الإعلامية في نادي الحمرية الثقافة الرياضي. أستاذ يوسف، دعنا نتحدث في بادئ الأمر عن أهم المبادرات المجتمعية التي يقدمها النادي على مدار الموسم. السلام عليكم. بداية مرحبا بكم، وكذلك نهنئ دولة الإمارات العربية المتحدة بالعيد الوطني 51، ونتمنى لها المزيد من النجاحات في مختلف المجالات. نادي الحمرية الثقافي الرياضي بطبيعة الحال برئاسة سعادة جمعة الشامسي، فهو نادي يعني متعدد الرياضات. نادي كذلك لديه مجموعة من المبادرات والأنشطة. نتحدث كذلك عن مبادرة اكتشف رياضتك المفضلة التي أطلقها النادي لاكتشاف المواهب في الرياضات. النادي كذلك يقوم بمبادرات موسمية على يعني على حسب الحدث. نتحدث الحين عن مبادرة مجلس الحمرية لكأس العالم التي تتزامن مع نهائيات كأس العالم قطر 2022. كذلك لدينا مبادرات نشارك فيها يطلقها مجلس الشارقة الرياضي كعطلتنا غير أو ملتقى الحمرية الصيفي الذي توجنا به بالمركز الأول، وكذلك سباق الأندية للترشيد الذي فاز فيه نادي الحمرية كذلك بالمركز الأول. نادي الحمرية الثقافي الرياضي أيضا يضم أكاديميتين، أكاديمية الحمرية لكرة القدم وأكاديمية الحمرية للسباحة. كذلك لدينا حديقة خاصة هنا في الحمرية، فندق خاص، ملعب رئيسي، أكثر من ملعب فرعي. لدينا ملاعب للرياضات المتنوعة التي لدينا، كرة قدم، كرة سلة، قوس وسهم، سباحة، رياضة بحرية كالشراع والتجديف. فكلها رياضات وأنشطة يسعى نادي الحمرية الثقافي الرياضي إلا أن يكون متميزا فيها.
الأستاذ يوسف العرجي من اللجنة الإعلامية في نادي الحمرية الثقافي الرياضي، نشكر تواجدك معنا اليوم. أكيد جولتنا داخل النادي ما زالت مستمرة، بعد قليل سنلتقي بأحد أبطال رياضة الشراع والتجديف، خلكم معنا. أكيد يسعى النادي لاحتضان المواهب والكفاءات وتقديمها إلى الساحة العالمية عبر تنظيم العديد من الفعاليات والأنشطة والبطولات التي تقام على مدار العام. معي في هذه اللحظات بطل منتخب الإمارات في رياضة التجديف كابتن أحمد خميس. كابتن أحمد أرحب فيك عبر شاشة الشارقة الرياضية. نتحدث في البداية عن رياضة التجديف وما يقدم النادي لكم بالنسبة للفريق بشكل عام. بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء نحب نبارك لدولة الإمارات العربية المتحدة حكومة وشعبا بمناسبة اليوم الوطني، ونتكلم عن رياضة التجديف. الحمد لله خلال الفترة اللي طافت قدرنا أن ننجز إنجازات مختلفة، وهذا طبعا بفضل الدعم اللي جينا من نادي الحمرية ومجلس الشارقة الرياضي، كان دعم جدا ممتاز حيث أن نوصل لأفضل المستويات. رياضة التجديف من الرياضات التي تتطلب مهارة عالية جدا، نتكلم عن جانب التدريبات وما يقدم النادي من تسهيلات لكم. الحمد لله النادي طبعا موفر لنا كل المرافق وكل الأجهزة والعتاد اللي نحن نحتاجها بحيث أن نتمرن بأداء عالي ونوصل لأعلى المستويات، سواء كان عتاد من القوارب وصالات التجديف وصالات اللي هي الحديد ومعسكرات خارجية كذلك، فالحمد لله مو مقصرين يعني وقامين بواجبهم وزيادة يعني. أهم الإنجازات التي تحققت للنادي في رياضة التجديف مؤخرا لو تخبرنا عنها. طبعا إنجازات كثيرة الحمد لله، قدرنا ننجز وايد إنجازات. عندنا إنجازات اللي هي على المستوى المحلي، في كل السنوات اللي طافن الحمد لله قدرنا ناخذ بطولات الدولة، وعلى المستوى الخارجي أحرزنا بطولات دولية، بطولات خليجية، بطولات عربية، الحمد لله يعني وتوفيق من الله سبحانه وتعالى. بالتأكيد يعني نادي الحمرية من الأندية التي برزت في هذه الرياضة. كابتن أحمد خميس بطل الإمارات في رياضة التجديف، نشكر تواجدك معنا. العفو، جزاكم الله خير، ونشكر قناة الشارقة على الاهتمام المتواصل. العفو. نعم، هذه كانت الجولة المتميزة من داخل أورقة نادي الحمرية الثقافي الرياضي. في ختام هذه الجولة نعود من جديد إلى الزميل أحمد سلطان. شكرا رشا كذلك على هذا التقرير وهذه اللقاءات. إذن نادي الحمرية من الأندية اللي دائما يعني ما نشوفها تهتم بشكل كبير كذلك بالرياضات البحرية، ولها كذلك إنجازاتها سواء كان على الصعيد المحلي وتدعيم كذلك المنتخبات الوطنية.